وللحديث عن الواقع السياسي في العراق في ظل الأزمات المتلاحقة ورؤية قوى الميثاق الوطني العراقي حولها، ينضم معنا عبر الهاتف عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أستاذ عبد القادر، كيف تنظرون في الميثاق حاليا إلى الوضع في العراق، لا سيما بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي وعدت فيها حكومة الكاظمي بالتغيير؟ هل حصل هذا التغيير الموعود؟ من المعلوم تماما أن الانتخابات الأخيرة أفرزت حالة واضحة للعالم وللشعب العراقي، ولا سيما تعكس وعي الشعب العراقي الذي قاطع عن دراية هذه الانتخابات ولا أمل فيها. ولذلك حقيقة مشروع الاحتلال السياسي قد وصل إلى طريق مسدود، وهذا الانغلاق أفقده جميع المقومات والمؤثرات التي كان يدفع بها طوال السنوات الماضية، سواء على مستوى الطائفية أو على مستوى إيجاد بدائل تنافسية لوصول العملية السياسية في إحيائها واستمرارها وهي قد ماتت. ولذلك موت العملية السياسية وفق هذه الانتخابات الأخيرة أكد على أننا أمام مفترق طرق في العراق، وبالتالي ينبغي أن تكون هناك استعدادات على قدر المرحلة القادمة، ولا سيما أن العراق ينتظر أنه سيمر والمنطقة بمنعطف جديد له أحداث في 2022، وبالتالي لابد من هنا أن يستشعر الميثاق الوطني العراقي الذي على عاتقه أمانة كبيرة للعمل الوطني المشترك أن يستشعر هذه المخاطر ويبدأ بالعمل الواضح عليها من خلال المقومات الأساسية التي يمتلكها الشعب العراقي، بدءا من الوعي، ثانيا إلى عملية تجميع جميع الاتجاهات العراقية لعمل مشترك يمكن أن يساهم في إنقاذ العراق ووضع خارطة جديدة يساهم فيها الشعب العراقي من أجل استعادة الوطن من أحزاب السلطة ومن الصراعات الموجودة، لا سيما أن هناك صراعات موجودة على أرض العراق، ونتيجتها يوم أمس عندما يتم قصف الميليشيات لمناطق معينة أخرى. هذه حقيقة القصف نتج عنه الابتزاز السياسي، وأن لغة السلاح هي الأصل في عملية إنتاج الحكومة القادمة. لذلك حقيقة من هنا ينبغي أن تكون هناك عملا جادا يوازي المرحلة القادمة. في أغلبية دول العالم تكون الانتخابات هي السبيل للتغيير، لماذا فشل العراق خلال 18 عاما بإحداث نقلة سياسية واقتصادية واجتماعية، وغرق بالمقابل في أزماته الحالية؟ من حقيقة الأساس أنه لا يوجد في العراق نظام سياسي، بنيت العملية السياسية بأصول وما يريده المحتل، والمحتل جاء لتدمير العراق، لذلك كانت العملية السياسية ركيزة في تدمير العراق في مشروع الاحتلال. لذلك لم تكن عملية حقيقية، إنما عملية مشوهة، وما ينتج عنها سيكون كله مشوه. لذلك الانتخابات في العراق منذ اللحظة الأولى ووهلتها، وبالتالي كانت هي يعني مقننة باتجاه ما تصف في أهداف بقاء الأطر السياسية والعملية السياسية في هذا المستوى. اليوم حقيقة القضية لا تتعلق فقط بالانتخابات، إنما بتتعلق بأنه لا أمل حتى مع هذه الأحزاب من خلال التفاهم لبناء عراق. إذن نحتاج إلى وعي شعبي أكبر، ونحتاج إلى نهوض شعبي بجميع الأطر، يعني نحتاج إلى نهضة رياضية ومثقفين العراق ينهضون، وكذلك الأطراف السياسية المستقلة والمناهضة، كله حقيقة زعامات العشائر. إذن نحتاج إلى عملية جديدة، هذه العملية يمكن أن تساهم في إنتاج انتخابات تصل لمرحلة جديدة في العراق. لذلك الانتخابات في العراق، الانتخابات مبنية على أن المفوضية ليست مستقلة، قانون الانتخابات مفصل على مقاسات الأحزاب، الأجنحة السياسية كلها أجنحة مسلحة، وبالتالي لا يمكن أن نصنع ديمقراطية وانتخابات في العراق. فلذلك كانت أزمة، وما يحدث الآن هو أن الانتخابات في دول العالم هي الفراج، إلا في العراق أنها أزمة وتولد أزمات، وما نعيش من أزمات هي واقع حالي لهذه الانتخابات. لماذا بقيت الميليشيات قوة مهيمنة على الشارع وعلى العملية السياسية رغم كل التحذيرات من سلاحها وخطرها على الدولة ككيان وعلى مؤسسات الدولة في العراق؟ أولا لأنها تحظى برعاية الإيرانيين الذين سلمتهم الولايات المتحدة الأمريكية بناء النظام السياسي الفاشل في العراق، وثانيا أن جميع هذه الأحزاب هي منبثقة من الميليشيات. إذا قلنا أن هناك
كتلة سياسية اسمها الفتح أو فيلق بدر أو 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 بدر السياسي، فهي منبثقة من جناح مسلح وليس العكس. وإذا قلنا أن هناك بعض الميليشيات الأخرى كسائرون وغيرها ينبثقت من أجنحة مسلحة لأجنحة سياسية، فلذلك حقيقة هذه الأجنحة السياسية التي في العملية السياسية هي خادمة لهذه الميليشيات في تعزيزها وتعزيز نفوذها، وبالتالي لغة تقاسم المناصب هي خضعت للسلاح، وحتى تقسيم المناصب فيما مضى وحاليا يخضع لقوة السلاح، من يمتلك السلاح يمتلك المناصب الأكبر، لذلك لا وجود لفصل ما بين الأطراف السياسية والعملية السياسية والكيانات المسلحة، فكليهما سواء، لذلك سلم العراق وليس فقط العملية السياسية ومقاليد العراق وخيراته وحدوده إلى هذه الميليشيات المسلحة الذي أصبحت حقيقة عبئا كبيرا على العراقيين، وهي حقيقة وجودها سيتواجد بالطرف الآخر التطرف، ووجودها سيتواجد دول أخرى، لأن كل جناح مسلح هو ينتمي إلى دولة معينة تريد تنفيذ أجنداتها داخل العراق. في هذا الإطار، ما هي خارطة الحل التي يطرحها الميثاق وقواه، وإلى أي مدى تتواءم مع الشارع المنتفض وثوار تشرين؟ الميثاق لن يطرح شيئا يفرض على العراقيين، إنما يطرح ما يطرحه الشعب العراقي، لذلك تتوافق رؤية الميثاق مع الشارع المنتفض ومع عموم العراقيين حتى الذين لا ينتفضون، لأن القضية تتعلق في استعادة العراق دون النظر إلى المصالح الشخصية أو الفئوية، لا على مستوى الميثاق ولا على مستوى المكاسب التي ستأتي بعد تحرير العراق، بالعكس هو ينتظر أو ينظر إلى أنه كيف يتم تفعيل الشعب العراقي، لذلك أولى الخطوات هو عملية تجميع الشعب العراقي ووحدته في الرأي والموقف، وكذلك في الوسائل التي يمكن من خلالها استعادة الوطن واستعادة العراق بمجمل سيادته واستقلاله، لذلك هو الآن يبحث ويعمل جاهدا على توسيع دائرة العمل المشترك، وأن يكون هناك ملتقى كبير تماما يضم فيه تفعيل جميع الأطياف العراقية من أجل الوصول لهذه القضية، حتى لا يكون هناك أي انحدار أو أي مشكلة في المستقبل عندما يكون هناك انهيارات موجودة للنظام أو بنية النظام السياسي أو الاحتلال في العراق، ومن ثم أن هناك لديه خارطة للتحرك الدولي بهذا الإطار، وستتضح رؤيتها في ربما مؤتمرات ولقاءات وندوات دولية في عام 2022، وبالتالي كل هذه الجهود حقيقة يمكن أن تكون خطان يلتقيان لأجل إنقاذ العراق والمساهمة فيه، لأنه إنقاذ العراق وبلد كالعراق حقيقة الأنظار العالم كله تتجه عليه، ليس بالسهولة أن يتم بين ليلة وضحاها انتزاعه من هذه الأحزاب والميليشيات، لكن أنا أقول بلسان الواثق من خلال الرؤية التي يمتلكها الميثاق والخطوات التي يعرفها ومطلع عليها، وربما ليس كل ما يعلن أن هناك مستقبلا ينتظر العراقيين، وأن هناك انفراجة، وأن هناك دورا ينتظر الشعب العراقي، وأن العراق سيعود إلى أهله وشعبه. معنا كان عبر الهاتف عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.